الأخبار من الراي. أنا متأكد من الآليات التي نطبقها الآن ضمن إطار احترام الدستور وقوانين الدولة واللوائح ستقوي الأداة الرقابية للنواب. قلت لك يعني من 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 أول تصريح صحفي لي أنني لن أدخل في سجال نيابي مع من تصرح بأجر، ولن أدخل في سجال نيابي مع من تريد أن تستجوب بأجر الآن. بالشرح والتوضيح، الغانم يفند ادعاءات توجه الحد من الأسئلة البرلمانية ويتحدث عن آلية لتفعيل أداة السؤال الرقابية. تلقيت اليوم طلب رسمي من معالي وزير الخارجية يفيد برغبته في الاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية، وذلك لعرض استعدادات الدولة لأي عمل عسكري محتمل. اجتماع حكومي برلماني تفاعلاً مع تطورات المنطقة وعرضاً لاستعدادات الحكومة إزاء أي عمل عسكري محتمل. إخلاء مبنى الأشغال إثر بلاغ شبهة تسرب الغاز، والإطفاء تمشط المكان وتؤكد عدم وجود أي نوع من الغازات. 7 مرشحين ينضمون لقائمة المتنافسين في انتخابات المجلس البلدي وقضايا البرامج بيئية، إسكانية والشبابية. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. مفنداً وشارحاً إجراءات مكتب مجلس الأمة المتخذة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية ورداً على الإدعاءات بشأن تقليص عمل النائب الرقابي، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما يسعى إليه مكتب مجلس الأمة هو تعزيز الدور الرقابي للنائب لا تقليصه، وأنه جاهل من يعتقد أن مكتب المجلس يملك القدرة على تقليص حق النواب من الرقابة. الغانم وفي معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين حول ما يثار بشأن تحديد مكتب المجلس صلاحيات النواب في الأسئلة البرلمانية حول هذا السؤال، قال إنه لن يرد على مثل هذه الإدعاءات، مضيفا أنه لن يدخل في أي سجال نيابي مع من تصرح بأجر ومن تريد أن تستجوب رئيس الحكومة بأجر. نائب واحد غد، او يعني سواء كان ذكر او انثى، بس يعني نائب اللي، وانا قلت من بالسابق اني لا اريد ان ادخل في سجال نيابي مع من يصرحون باجر او يستجوبون باجر، لكن احتراما لسؤالك وللساده الموجودين راح اوضح ملابسات هذا الموضوع. اولا، نحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدوله، واللائحه صدرت بقانون، وبالتالي واجب على كل نائب سواء كان رئيس أو نائب رئيس أو عضو في مكتب المجلس أو نائب في مجلس الأمة أن يحترم ويبر يحترم هذا الدستور وهذه اللائحة برا بقسمه. أعتقد يعني للأسف مقصر أو جاهل من يعتقد أن في سلطة الرئيس أو مكتب المجلس الحد من أسئلة النواب، لأن من يقرأ اللائحة المادة 99 من الدستور أو المادة 122 من اللائحة الداخلية يعرف بأن هناك شروط معينة حددتها اللائحة الداخلية وحددها القرار التفسيري للمحكمة الدستورية الصادر في عام 2005، تحدد شروط ومعايير وضوابط الأسئلة البرلمانية. وإذا رأى الرئيس بأن هذا السؤال أو أي سؤال مقدم من أي نائب غير لائحي يحيل إلى مكتب المجلس ولا يمنعه، وإذا رأى مكتب المجلس بأن هذا السؤال غير لائحي أيضاً لا يحق لأن يرفض هذا السؤال، إنما الحق مكفول للنائب بأن يعرض السؤال على مجلس الأمة والقرار بالنهاية للمجلس، فأين المشكلة في ذلك؟ أما بعض الافتراءات والادعاءات فنحن نعرف يعني أسبابها، وأنا احتراما لك يعني ولسؤالك أجيب على هذا السؤال، ولا الأمر واضح لكائن من كان لأي نائب يقرأ اللائحة. وأنا موصي على الأمانة العامة يوزعون الدستور واللائحة على كل النواب، كل ما يحتاجونه فقط إلى فقط قراءة هذه اللائحة، لكن مو مشكلتي إذا كان هناك من لا يقرأ وإذا قرأ لا يفقه، هذه مشكلته هو ويجب أن يحلها. أنا أطمئن الجميع وأطمئن السادة النواب وكافة المواطنين،
ان الاليه اللي قاعد نتبعها هي تقوي النواب وتزيد من قوتهم في الرقابه، لان العذر في السابق شو اللي كان يحصل في السابق؟ اللي كان يحصل ان الحكومه كانت لا تجيب عن معظم الاسئله بحجه انها اسئله غير لائحيه ولا تنطبق عليها الضوابط والشروط الموجوده في اللائحه الداخليه، وبالتالي هذا العذر كان في عدم وصول العديد من الاجوبه الى الساده النواب، لكن لما يخرج السؤال وفقا للائحه من مجلس الامه، لكن انا متاكد من الاليات التي نطبقها الان ضمن اطار احترام الدستور وقوانين الدوله واللوائح، ستقوي الاداه الرقابيه للنواب وتنزع ايضا اي اعذار لعدم الاجابه عن الاسئله. واكرر بالنسبه للشق الثاني، اذا كان هناك من يريد ان يستجوب رئيس الوزراء لان السؤال اللي يطلع غير لائحي، فقلت لك يعني من 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 اول تصريح صحفي لي انني لن ادخل في سجال نيابي مع من تصرح باجر، ولن ادخل في سجال نيابي مع من تريد ان تستجوب باجر الان. رئيس مجلس الأمة أعلن في التصريح ذاته أنه تلقى طلبا رسميا من وزير الخارجية للالتقاء بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم الأربعاء المقبل لعرض استعدادات الدولة في مواجهة أي عمل عسكري محتمل في المنطقة. تلقيت اليوم طلب رسمي من معالي وزير الخارجية يفيد برغبته في الاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية، وذلك لعرض استعدادات الدولة لأي عمل عسكري محتمل في المنطقة، وسيكون هذا الاجتماع إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 12:30 في قاعة اجتماعات النواب، وسيرافق معالي وزير الخارجية فريق وزاري وحكومي متكامل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الدولة لمواجهة التطورات السريعة التي تحصل في المنطقة وأي عمل عسكري محتمل. حقيقة الغرض من هذه الجلسة أن يكون هناك عرض أسوة بالعرض اللي تم في مجلس الوزراء يجيب على أسئلة النواب، وأيضا باستطاعة النواب توجيه أي أسئلة أو الاستفهام عن أي أمر في جلسة مغلقة ستكون في قاعة اجتماع النواب. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل الأحداث المتوالية التي تحصل في المنطقة. الرئيس مرزوق الغانم قال أيضا في رده على أسئلة الصحفيين إن من حق أيا كان أن يحلل بشأن ديمومة مجلس الأمة أو حله، لكنه أضاف بأن المجلس سيواصل العمل والإنجاز. كما أوضح في معرض رده على سؤال بشأن الاستفتاء أنه يسعى من خلاله إلى إيصال صوت المواطن إلى قاعة عبد الله السالم. جواب على الشق الأول من سؤالك، كل من حقه أن يحلل وتكون له وجهة نظر، مجلس بينحل مجلس ما ينحل، نحن حضرنا لنعمل وفق إطار الدستور واللائحة وننجز ونواجه هذه الأمور. أنا لا أستطيع أن أرد على وجهة نظر واحد يعتقد أن بينحل المجلس أو ما راح ينحل المجلس، هذا أمر يعني يخصه وفي شأنه. أما بالنسبة للاستطلاع فمثل ما قلت لكم سابقا العمل جار يعني على قدم وساق، وأكرر سأستخدم الاستطلاعات وسأستخدم كل الوسائل التي توصل رأي المواطن الكويتي إلى قاعة عبد الله السالم، ويبقى بالنهاية القرار للنواب إن كانوا يريدون أن يأخذوا بهذه الآراء أم لم يأخذوها. وإن شاء الله في بداية الأسبوع القادم سيكون الاستبيان قد انتهى والنتائج راح تعلن، وكل ما يحيط بهذا الاستطلاع سيعلن في مؤتمر صحفي واضح وشفاف، وسأتلقى أسئلتكم مثل ما أتلقاها اليوم بكل رحابة صدر. النائب يعقوب الصانع عضو مكتب مجلس الأمة رد أيضا في تصريح له على من يدعي بأن يكون لمكتب المجلس أي توجه للحد من الأسئلة البرلمانية، قائلا إنه من غير المقبول أن يفهم البعض طلب مكتب المجلس بتفسير الأسئلة وفقا لمذكرة قانونية على أنه حد من عمل النائب الرقابي. النواب في شأن الأسئلة البرلمانية، أنا أعتقد يمكن كان كلامي واضح فيما يخص الأسئلة البرلمانية. بالعكس، نحن دائما نقف مكتب المجلس هو يمثل أعضاء مجلس الأمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال
إن كان هناك فهم من بعض الزملاء بأن الرجوع لقانونية السؤال البرلماني بمعنى ما هي ضوابط هذه الأسئلة لا تعني بأي حال من الأحوال أننا سنحد من حرية النائب حسب ما نص عليه النص في قانون لائحة المجلس 122 123 124 في هذا الصدد، وإنما بالعكس نحن من خلال هذا الأمر لما نكتب مذكرة قانونية بالعكس نستطيع أن نرد إيرادا وردا على ما تبرره الحكومة بهذا الشأن، بل بالعكس نحن نقف مع حرية النائب في توجيه الأسئلة البرلمانية وفقا لنصوص قانون لائحة المجلس ووفقا لما انطلقت عليه حكم المحكمة الدستورية، بل بالعكس أن احنا في اتخاذنا لهذا الأمر كنا في السابق في المجلس المبطل الأخير يأتي أي وزير ويقول لك أن هذا السؤال غير دستوري دون أن يبرر، وهذا أمر لا يمكن القبول فيه. بالعكس مكتب المجلس سيقف مع النواب لأنه هو جزء منهم، نتمنى من الزملاء النواب أن يتأكدوا ويستوثقوا من أعضاء مكتب المجلس، لأننا لسنا بعيدين عنهم وإحنا أخوانهم وزملائهم، برفعة سماعة التلفون نوضح لهم كل هذه الأمور، بل بالعكس أن إعداد مذكرة قانونية تأتي لمصلحتهم لا تأتي لمصلحة الحكومة، وإنما بالعكس نستطيع أن نرد على ما تزعمه السلطة التنفيذية إذا كان هذا السؤال غير دستوري أو شيء، بما لا يتعارض مع قانون لائحة المجلس ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، لأن بجميع الحالات نحن سلطة تشريعية يجب أن نعلي الأدوات الدستورية والقانونية ونكون مثال يحتذى فيه لتمثيل القانون، بما لا يقلل ولا يحد من دور النائب الرقابي، وهذا أمر خط أحمر، وأنا أتكلم عن نفسي وزملائي في مكتب المجلس لا يمكن أن نحد أو نقلل من الجانب الرقابي لنا ولزملائنا. في سياق آخر قال النائب يعقوب الصانع أنه تقدم باقتراح بقانون لطلب تفسير المادة 71 من الدستور الخاصة بمراسيم الضرورة إلى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس للوقوف عند الضوابط والأطر لمراسيم الضرورة. نحن كنواب الآن لا نعرف ما هي هذه المعايير التي تقصد منها المحكمة الدستورية لشرح المادة 71، بمعنى اليوم أنا لو جيت وصدر مرسوم ضرورة وقررت كعضو مجلس أمة وصدقت على هذا المرسوم، أنا أيضا ستصيب المراكز القانونية وستصيب السلطة التشريعية بخدش لو تم الطعن على هذا المرسوم وتم إبطال هذا المرسوم. إذن كيف أستطيع أحل مثل هذا الموضوع؟ أنا تقدمت باقتراح بطلب تفسير المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس، وأنا بوجهة نظري أيضاً أن هذا الأمر مهم جداً، طلب تفسير المادة 71 أصبح طلب ملح، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرى الحياة السياسية في الكويت والمراكز القانونية متعطلة ولا يوجد تفسير واضح ومقنع. في سياق عمل اللجان البرلمانية أقرت اللجنة التشريعية عدة مقترحات بقوانين لزيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار، وقال عضو اللجنة النائب مبارك الحريص إن اللجنة أقرت تلك المقترحات وأحالتها إلى اللجان المختصة تمهيدا لرفعها إلى البرلمان والتصويت عليها. في تطورات الشأن السوري دعا الائتلاف المعارض الكونغرس الأمريكي للموافقة على التحرك العسكري ضد الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أن أي تدخل يجب أن يصحبه مزيد من الأسلحة لمقاتلي المعارضة. ودعا رئيس الائتلاف أحمد الجربة لصد التدخل الإيراني في المنطقة، مشيرا إلى مشاركة ميليشيات عراقية ولبنانية في قتل السوريين. وعلى هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية في القاهرة
قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إنه آن الأوان كي يقوم المجتمع الدولي بكل ما بوسعه لمنع العدوان على الشعب السوري، مؤكدا تأييد المملكة توجيه ضربة أمريكية لسوريا إذا أيدها السوريون. في الشأن المحلي، قال وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن تصريحه عن عدم عزم الوزارة التدخل في سوق الكويت للأوراق المالية لم يفهم من قبل الكثيرين بشكل واضح ودقيق. وأوضح الوزير أن المالية لا علاقة لها بالمحفظة الوطنية التي أنشأتها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار، إذ أن المحفظة ما تزال وسوف تستمر في العمل وفق الضوابط والأهداف التي تأسست من أجلها، وبالتالي فإن الوزارة ليست الجهة المختصة بهذا الشأن. كما أضاف بأن ما قام بنفيه هو ما تردد من أنباء بأن وزارة المالية ستقوم باتخاذ إجراءات معينة للحد من الانخفاض في السوق. الإدارة العامة للإطفاء نفت وجود أي نوع من الغازات الضارة وغير الضارة في مبنى وزارة الأشغال العامة، وذلك بعد تمشيطها للمبنى بأجهزة قراءة الغاز عقب تلقي الإدارة بلاغا من وزارة الأشغال العامة حول شبهة وجود تسرب غازات في المبنى وحالات حرقة في العين والوجه لدى الموظفين. لم نجد أي آثار لأي غاز أو مادة ممكن تسبب أي مشكلة غير عادية، لكن منهجية الإدارة العامة للإطفاء دائما تأخذ أسوأ الاحتمالات، ولتطمئن هي أن ما في أي أخطار. المشكلة بدأت في إدارة مدير إدارة الخدمات مكتبة، وانحصرت بنفس الموقع اللي هي عبارة عن 4-5 مكاتب بس. احتياطيا تم اخلاء الموقع الرئيسي او الاداره الرئيسيه وبعض الادارات، ولطبيعه نهايه الدوام اكثر العالم مش الطبيعي. العشرات من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتصموا أمام مبنى مدير عام الهيئة احتجاجا على عدم توفر الشعب الدراسية، وناشد الطلبة سرعة حل المشكلة مع توفير كادر تعليمي بعد زيادة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما اعتبروا أن هذه المشاكل هي السبب في تأخير تخرجهم. بدءا بالصناعة، مرورا بدعم الشباب والقضية الإسكانية والبيئة، ووصولا إلى قانون 5/2005، قضايا حفلت بها برامج عمل مرشحي انتخابات المجلس البلدي. وقد سجل اليوم الخامس 7 مرشحين بينهم مرشحتان. التفاصيل في تقرير محمد الحياري. في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي، دخل العنصر النسائي في أجواء الانتخابات. يأتي ذلك مع تقدم مرشحتان بأوراقهما إلى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات، مرشحتان محملتان بالبرامج الانتخابية والوعود الإصلاحية التي تراوحت بين القضية الإسكانية ودعم الشباب. لأن العنصر النسائي صراحة له دور كبير في المجتمع، خصوصا مجتمعنا الكويتي، حبينا نثبت وجودنا إحنا كنساء أكثر في المجلس البلدي. في عندي قضايا حابة أتبناها، من إحدى القضايا راح تكون القضايا الإسكانية، جدا مهمة لأنها تعتبر ركيزة الأساسية لأغلبية الشباب في الكويت، مشكلة كبيرة نعاني منها إحنا قضية الإسكانية، فإن شاء الله راح تكون هذه من أهم وأبرز المشاكل راح أتكلم عنها. مؤمنة بالطاقات الشبابية المتواجدة في قلب الوطن، ومؤمنة بالإبداعات، وأن الوطن فعلا محتاج لتوظيف هذه الطاقات الشبابية. قانون 5/2005 شكل نقطة فارقة في مواقف المرشحين الذين تباينت آراؤهم حياله بين مؤيد داعم لبقائه ومناد بتغييره، وانصب اهتمام مرشحين آخرين على دعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة جديدة في التعامل مع البيئة بهدف وقايتها من الأضرار البشرية التي يتسبب بها الإنسان. وايد ناس يعني تقلل من أهمية دور المجلس البلدي وهذا غير صحيح، وتنسب ضعف المجلس البلدي الى قانون 5/2005 وهذا غير صحيح كذلك. احنا بس علينا نعرف شلون نتعامل معه، وطبعا هذا راح يكون عبر اللجنه الفنيه اللي في يعني عن طريقها نقدر ان احنا نجبر الحكومه بتنفيذ المقترحات اللي تتم من خلال المجلس البلدي. لدي اجنده راح تكون ان شاء الله اهمها تعديل قانون 5
على 2005 الذي سلب حق التشريع للمجلس البلدي وأصبح بلا أنياب وأصبح قراراته بيد وزير البلدية. البيئة أهميتها كبيرة وللأسف مو الكل يفكر في هالموضوع، فأتمنى أنا اهتمام أكبر للبيئة، وأتمنى أيضا أن يدرج ولو حصة واحدة في الأسبوع في المدارس الحكومية لتثقيف الطلبة في أهمية البيئة وأخطار البيئة. وأيضا من الاهتمامات الأخرى اللي هي الصناعة بحد كبير وتشجيع الصناعة في الكويت، لأنها تقريبا نفس مشكلة الإسكان، تقدم ودراسة جيدة وتأخذ الموافقة وتنتظر من 5 يمكن إلى 10 سنوات إلى أن يخصص لك قسيمة، وقتها جدواك ودراستك كلها تقريبا تغيرت الأرقام فيها وقد تكون في ذاك الوقت غير مجدية. وقد بلغ إجمالي المرشحين حتى اليوم 48 مرشحا. خامس أيام الترشيح انتخابات مجلس البلد 2013، اليوم تقدم لدى الإدارة 7 مرشحين، 5 من الذكور ومرشحتان، طبعا يبلغ إجمالي المرشحين حتى انتهاء خامس أيام الترشيح 48 مرشح ومرشحة. طبعا المستمرين باستقبال الراغبين بالترشيح إن شاء الله إلى غاية يوم السادس من الشهر الحالي، راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة. ومع ازدياد عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي ترتفع حدة المنافسة في الدوائر الانتخابية، غير أن الكلمة الفصل تبقى بيد المقترعين. محمد الحياري، الرأي. نشرتنا متواصلة، فيها بعد الفصل. بورصة الكويت تفتتح نشاطها الأسبوعي على تراجع. من جديد أهلا بكم. على تراجع في مؤشراته الثلاثة أنهى سوق الكويت الأوراق المالية تداولات أولى جلسات الأسبوع وبواقع 9 نقاط ونصف النقطة للمؤشر السعري، ليصل بذلك إلى مستوى 7623 نقطة. وانخفض المؤشر الوزني بواقع 0.2 نقطة ليغلق عند نحو 449 نقطة، فيما أغلق مؤشر كويت 15 عند مستوى 1040 نقطة فاقدا 9 نقاط. وفق تقرير البنك الوطني حول أسواق النقد، فإن المخاطر الجيوسياسية العالمية تزيد من الضغوطات على العملات في الأسواق الناشئة، حيث سيطرت حالة توتر على أسواق تداول العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، ودفعت الليرة التركية والروبية الهندية إلى التراجع لمستويات قياسية. وقال تقرير البنك الوطني إن المستثمرين أحجموا عن الإقبال على الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، سيما وأن الأسواق الناشئة مهددة الكثير من المخاطر، كما شهدت بعض العملات نسبة كبيرة من التراجع. نشرتنا متواصلة، فيها بعد الفاصل. إعلان فعاليات جائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي. مجددا أهلا بكم. خلال مؤتمر صحفي، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن فعاليات جائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي بدورتها 5. وتنطلق الجائزة تحت شعار النشاط البدني، فيما تم تخصيصها لمجالات عدة في الإعلام الصحي، وهي الأعمال الإلكترونية والمطبوعات التوعوية والأعمال التلفزيونية والأعمال الإذاعية. في كل سنة يكون لها شعار ويشرف عليها المكتب التنفيذي، ومن كل دولة يكون في لجنة منسقة لمن يرغب في التقدم للجائزة. الجائزة قيمتها المادية 50,000 دولار، طبعا نشيل منها التكاليف الإدارية الخاصة بالمكتب التنفيذي من ناحية التقييمات وكل ما يخص الشغل الإداري للجائزة. الهدف من الجائزة والرؤية بالنسبة لوجود هذه الجائزة أن تهتم بمجالات التثقيف الصحي وتعزيز الصحة. في كل سنة يكون لها شعار. السنة الماضية كان تعزيز صحة المسنين، السنة اللي قبلها كان تعزيز صحة اليافعين، وأيضا أول دورة وثاني دورة كانت تختص بتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.
هذا العام الشعار هو أهمية النشاط البدني. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الرأي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي يوتيوب. شكرا للمتابعة.